صف لنا كيف استقبل الشارع السوري قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، كيف جاءت ردود الفعل؟ بداية نترحم على أرواح الشهداء ونسأل الله شفاء الجرحى ونؤكد في الهيئة العامة للثورة السورية الآن سقوط 15 شهيدا قتلهم بشار الأسد وعلي الأوبك. حقيقة أستاذي الكريم مشاعر غبطة وسعادة يعني تكوز أجواء الثوار الآن، يعني هي حي الجامعة العربية، هذا يعني باللهجة العامية ما يقول الثوار، ويعني يباركون لأنفسهم يسترون الجامعة العربية، وتحية خاصة للدكتور نبيل العربي وللشيخ حمد بن جاسم، هو يعني هي الشارع يراها خطوة في الاتجاه الصحيح يعني، ونحن في الهيئة العامة للثورة السورية أيضا يعني نشكر الجامعة العربية باسم الهيئة العامة للثورة السورية، ويعني الشكر الأول هو لشهدائنا الأبرار وللمعتقلين وللجرحى ولأمهات الشهداء ولأطفالهم، هؤلاء هم الذين أوصلونا إلى هذه المرحلة، بدمائهم تتحرر سوريا ببركتهم وبفضل تضحياتهم، وسنحفر أسماءهم في قلوبنا وفي عقولنا وفي شوارعنا بالميدان، بحيث أبو حبل يعني خرجت المظاهرة ايضا ببانياس الشيء، تكرر الامر في حمص في البياضه في ريف حمص في تدمر وفي تلبيسه، ويعني في اغلب احياء حمص وفي درب علبة يعني كان هناك بث مباشر في الهيئه العامه ايضا، واصوات التكبير كانت تملا المكان في بانياس في البياضه وفي الميدان هناك يعني حي في بانياس والميدان في معرض النعمان وفي حماه وفي مارع في حلب وفي تل رفعة في حلب وفي حي القدم الدمشقي الآن، يعني أجواء عارمة تكون وفي دمشق طبعا في ريف دمشق في حوران في الغرية الغربية يعني في أغلب مناطق سوريا وفي ريف حماة في قصقود وفي حماة وفي الدير وفي الدير وفي أغلب المناطق الآن، وترفع النافذات تحيي هذا الموقف وتبارك وتطالب به المزيد وتطالب حقيقة بمطلب أساسي للطمح لي هو طرد السفراء الذي لم يذكر، لابد لإخواننا العرب ليس فقط أن يسحبوا سفراءهم وإنما أن يطردوا سفراء هذا النظام القاتل، لأنه هذا السفير هو شبيح عند النظام وهو مثله مخابرات، يعني أغلبهم إما تقاعدوا من المخابرات لعلهم سفراءنا تماما أو بن ضابط مخابرات أو بن ضابط مخابرات كما هي السفير الفرنسا لمياء وغيرهم، هؤلاء معلوفون تماما وما كما هو يعني يوسف الأحمد. طيب سيد الحسن، يعني علمنا منك موقف الشارع السوري بعد صدور قرارات الجامعة العربية، لكن منذ صدور هذه القرارات يعني بعيدها بقليل وحتى الآن، هل بدأ شيء مختلف على يعني استجابة القوى الأمنية السورية في تعاملها مع المحتجين السلميين؟ وبالتالي هذا يفتح الشهية إلى سؤال، هو كيف تتصورون تفاعل النظام مع قرار الجامعة العربية؟ هل سيتفاعل معه بإيجابية أم بسلب؟ نعم، هو بدأ ردة الفعل مباشرة من الأجهزة الأمنية، جن جنونهم وبدأوا بإطلاق النار وهاجموا كرم الزيتون وهاجموا أحياء حمص بإطلاق رصاص، يعني هاجموا عاصمة الثورة السورية وجن جنونهم، وكثور هائج يعني قصه في رصاصة واقتحموا حي برزي مع قطع الكهرباء وقطع الانترنت في دمشق، وايضا يعني هو قتل الان منذ 5 دقائق الشاب محمد الشمالي العمر في بابا عمر، يعني وقتل 3 شهداء يعني اخرين ايضا في جدد هؤلاء غير ال 12 شهيد، وهو البطل خالد سيف، وقتل ايضا في عبد الغني السبع في ادلب، يعني هو يقتل وهو يعتقل وقام باعتقالات في خربة غزالة، ويعني هو يعني يصعد عملية جنونية حربية بربرية الآن تجري في حمص لعبارة عن انتقام لهؤلاء، والآن هو متواجد بكثافة في حي القدم، ويعني هو لن يغير في سياسته شيئا، سيغير في اتجاه التصعيد لأنها طفعة في هذا النظام، وهو يعني أشد بعشرات المراحل من نظام معمر القذافي، سيقاتل حتى آخر مرحلة وحتى آخر قطرة الدم، ولن يسلم البلاد بسهولة لأنه نظام. وصلت الفكرة. نعم سيدي، وصلت الفكرة. ناشط السياسي السيد علي الحسن، الناطقة الإعلامية باسم الهيئة العامة